بعض الفوائد. الإنسان إذا حضرته مقدمة الموت يكون مقبلا على الله، فهنا لا يكون منه إلا من طوت عليه سريرته في الغالب. فلما كانت سريرة الأنبياء منطوية على التوحيد ذكروه، وكذلك كل أحد غالب من طوت عليه سريرته في حياته يلهج به، يذكره، يتفوه به عند موته. نسأل الله جل ذكره الستر والعفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى، فيلهج به ويوصي به. فالحطيئة مثلا شغل نفسه بعيوب الناس دهرا طويلا، لم يترك أحدا إلا هجاه، فلما حضرته الوفاة كان منه عياذا بالله الكلام البذيء والقول المستقبح، لأن سريرته انطوت على هذا دهرا كاملا. فحري بالمرء أن ينظر في خاصة نفسه وفي سريرة قلبه، وأن ينطوي قلبه على محبة الله وإجلاله وذكره، حتى يرزق مثل هذا التوفيق إذا حضرته الوفاة. الفائدة الثانية أن العلم أمانة عظيمة يجب على أهله أن يبلغوه الناس. قال ربنا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لكن ينبغي للعاقل أن يتحرى الطرائق المثلى في إيصال علمه للناس، وأن يتبع السبل التي يغلب على الظن أنها أدعى لأن يقبل الناس منه، فلا يكون منقبضا أشد الانقباض ولا منبسطا أشد الانبساط، وإنما يتريث ويتمهل ويعطي بحكمة ويحجم بحكمة حتى يبلغ شرع الله جل وعلا، ويقبل منه أن يتريث أحياناً. لكن إذا حضرت الوفاة ما كان قد أخفاه ينبغي أن يجهر به حتى لا يقع في الإثم، كما يقال إن معاذ رضي الله عنه وأرضى أخبر ببعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تأثما، أي خوفا من أن يناله الإثم. من الخبر القرآني هذا كله، من القصص الرباني هذا الذي في القرآن العظيم، يأتي بيان عصمة الله جل وعلا لأوليائه وأصفيائه، وأن الله جل وعلا يحفظهم بحفظه، وهذا من دلائل قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله. لكن الأجل إذا حضر لا يدفعه شيء، الأجل إذا حضر لا يدفعه شيء. وقد يبدو لك في ظاهر الأمر أن فلانا نكل به، لكن لا تدري ماذا أعد الله جل وعلا له، فقد يكون في هذا النكال الظاهر الذي لا يؤذيه إلا جسدا فيما يراه الناس، قد يكون بعد ذلك له في أخراه من رفيع الدرجة وعلو المنزلة، كما وقع لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قول ربنا جل وعلا عن أوليائه المتقين: ونحن له مخلصون، وهو ما بيناه إجمالا في أول اللقاء، قرينة على عظيم أهمية الإخلاص في حياة المؤمن. فالله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك، هو جل وعلا لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص، ومن أشرك مع الله غيره أوكله الله إلى من أشركه معه. وإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لأن يخلص نيته له، تبارك اسمه وجل ثناؤه. وما أجمل القلوب وهي لا تبتغي بعملها إلا رحمة علام الغيوب. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنفس البشرية تحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يكون عملها خالصا لله جل وعلا وحده، ولا يوفق لهذا إلا من وفقه الله، والهداية بيده، الخير كله بيديه، والشر ليس إليه. في قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله صبغة، دلالة على ما فطر الله جل وعلا عليه العباد من تهيئة لأن يكونوا أولياء لله. قال ربنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال ربنا: نور على نور. فنور في الفطرة مستقر في القلوب،
نور من الفطرة مستقر في القلوب، يأتيه رحيق الإيمان ومشكاة العلم ونور الوحي، فيزيده جلالا وبهاء ويظهره، ويكون اتباع المؤمن عليه، فينال بذلك عفو ربه ورحمة سيده وخالقه ومولاه. قال ربنا جل وعلا: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. في قوله جل وعلا: تلك أمة، كما بينا في أول اللقاء، هذا دليل على شرف المقام وعلى علو المنزلة. وإنما نال أولئك المباركون من الأنبياء والمرسلين ما نالوه عطايا محضة من ربهم تبارك وتعالى، وفضلا من الله جل وعلا وإحسانا. والله جل وعلا هيئهم لأن يبلغوا عنه رسالاته وينصحوا له في برياته، فعلموا وعملوا بذلك العلم الذي علمهم الله جل وعلا إياه، فنالوا شريف المنزلة وعلو الدرجة ورفيع المكانة، وأمر الله الخلق باتباعه. قال الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه: قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فاقتدى صلى الله عليه وسلم بهداه إلى ما أتاه الله جل وعلا من هدي، فاجتمع فيه ما تفرق من هدي الأنبياء إلى ما أضافه آتاه الله جل وعلا من هدي، فكان حقا أن يكون عليه السلام في تلك المنزلة العالية التي لا ينازعه فيها من البشر أحد.